الصداقة والخلوة بين الشاب والفتاة غير مجرمة حسب نظام العقوبات اللي صدر قبل عدة أيام. طبعا الفرق بين الصداقة وبين الخلوة، الصداقة مثلا يكون مع بعض في كافي، في مطعم، أو في السيارة مثلا. الخلوة يكونون في مكان مغلق بمعزل عن الناس، مثلا في غرفة مغلقة، أو مثلا في البر، منطقة بعيدة يعني لا يشاهدهم أحد فيها. طبعا نصت المادة 185 على عقوبة كل من يواقع فتاة بالسجن بما لا يزيد على 3 سنوات. طبعا يواقعها يعني يقيم علاقة زنا كاملة، وهذه ما تثبت إلا ب4 شهود أو بإقرار الشاب على نفسه. كذلك الفتاة لو أقرت تعاقب، لو لم تقر لا تعاقب. 4 شهود هذه ما تحققت من أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المادة 188 تنص على عقوبة كل من يقيم علاقة جنسية بالسجن لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 10,000 أو بإحداهاتين العقوبتين. طبعا الفرق بين المادة الأولى، المادة 185، والمادة 188، الأولى أقام علاقة جنسية كاملة، أما المادة 185 لم يقم علاقة جنسية كاملة، يعني فعل مقدمات الزنا لكنه ما وقع في الزنا الكامل. حبيت أوضح هذه لأني لاحظت أن في كثير من الناس ما فهمت المواد، وبعضهم صار يفتي وصار في شوية لغط.